دايما يقول لك الجواب بيبان من عنوانه. السنة الجديدة 2022 اللي النهاردة تاني يوم فيها، واللي بنتمنى من كل قلبنا تكون سنة أفضل، لأن احنا ودعنا السنة الأسوأ على المواطن، لا سيما على الفقراء ومحدود الدخل. الحكومة وعدت، السيسي وعد، رئيس مجلس الوزراء وعد، وزير التموين، سادة الفضلاء في الغرفة التجارية و اتحادات الصناعات وعدوا بحل أزمة السلع وزيادة الأسعار والسيطرة في مطلع العام الجاري. امبارح طلع علينا العام بزيادة مرعبة في أسعار السلع، لدرجة أن بعض السلع اختفت من بعض المحلات وبعض منافذ البيع. خبر بيقول أول أيام 2023 زيادات كبيرة على أسعار البيض، الفراخ، الجبنة، الشوكولاتة، الشاي، بعض المنتجات الغازية، الإضافة أيضا للحوم. كل حاجة تقريبا امبارح بتشهد طفرة بحجة أسعار 2022. معرفش إيه حدوتة أو موضة أسعار 2022. امبارح شركات الجبن كلها منزلة قال إيه لستة أسعار 2022، شركات الشوكولاتة والحلويات منزلة لستة أسعار 2022، الجماعة بتوع الشاي 2023 آسف، جماعة بتوع الشاي منزلين لستة ل 2023. طبعا الزيادة بتكون ما بين 10 ل 25% في بعض السلع. الموضة الغريبة أيضا اللي بدأ يلاحظها المواطنين إن تقييد الشراء، عارف أنت بمبدأ الحرب، في مبدأ كده بيتطبق في وقت الحرب إنك تاخد على قدك. ليه؟ لأن البلد في أزمة وفي حالة حرب. بلدنا لا بتحارب ولا حتى حد في الطوبة على اللي بنى السد، يا السد المشؤوم وحرمنا وحرم أرضنا من المية، ولا حد في الطوبة على اللي استباح حدودنا سواء كانت دي أو دي، لكن بلدنا قاعدة مسالمة. ورغم كده بدأ يتطبق فيها قانون الحرب في السلع. بدأنا نشوف هذه المنشورات في بعض أماكن البيع، بيست واي بيقول لك السادة العملاء عفوا لا يمكن شراء كميات من السلع نظرا لنقص البضاعة من الأسواق، تحديد كمية السلع المسموح بشرائها في بعض المتاجر. فتح الله أيضا بيقول لك السادة عملاء فتح الله يسمح فقط بأخذ واحد علبة سمنة، علبة سمنة فقط. السادة عملاء فتح الله يسمح بأخذ إزازة زيت واحدة فقط. السادة عملاء فتح الله يسمح بأخذ 2 إزازة لبن فقط. عارفين الكلام ده معناته إيه؟ ده مش معناه إن بيست واي أو فتح الله بيتنطط على الزباين ومش عايز يبيع، ده معناه إن في نقص في السلع بسبب نقص في الاعتمادات الدولارية، نقص في المواد الخام، نقص في العلف، نقص في التصنيع، التضييق على الشركات والمصانع، بعض الصناعات والشركات والمستثمرين قالوا حق برقبتي وهرب وتخرج من البلد. شفنا امبارح أو أول امبارح ماكدونالدز بتهدد إنها هتسيب البلد، شفنا جهينة واللي جرالها، شفنا بعض الشركات الحكومية والخاصة والمستثمرين العرب والمصريين والتضييق عليهم. بقى في زيادة في الأسعار وبقى في نقص في المعروض. يمكن الشاي آخر هذه الزيادات، ارتفاع جديد في أسعار الشاي، شاي ليبتون بقى والعروسة وكل أنواع الشاي بداية من يناير 23. اللي بيحصل كالآتي، تم الإعلان عن زيادة في الأسعار، تاني يوم أو تالت يوم بعدها بكام يوم يتم الإعلان عن نقص المعروض، اختفاء شاي العروسة وليبتون من سلاسل كارفور بسبب خلاف مع الشركات على سعر البيع. مش بس كارفور، ده ايضا فتح الله اعلنت ان عندها مخزون الشاي في نقص والمواطن مش مسموح له غير ياخد عبوة او اتنين بسبب نقص المعروض وزيادة الاسعار وعدم وجود وارد او مواد خام. عد معايا بقى الجبنة، حط لي اخبار سريعا كده. الجبنة زيادة في اسعار الجبن، زيادة كبيرة في اسعار اللبن والجبنة، ده بداية من شهر يناير والزيادة وصلت 20%. ده طبعا بسبب عدم وجود العلف، ودي قائمة الأسعار الجديدة اللي نزلتها الشركة. زيادة أيضا في المشروبات الغازية، بيبسي وكولا والكلام ده، زيادة 2 جنيه مرة واحدة في العبوة 2 لتر. ده أيضا منشور من شركة بيبسي إيجيبت. زيادة تصل ل 30% في أسعار منتجات الشوكولاتة والحلويات وبعض المنتجات اللي معروضة في الأسواق
تحت بند هذا البند الشوكولاتة والحلويات، ده كله تحت بند أسعار 2022. هل هتنزل الأسعار عشان بس نكون بنتكلم بشفافية؟ وبصراحة هل اللي بيزيد بيرجع؟ حاجة اللي بتنط لقدام جنيه واتنين وتلاتة بنشوف الحكومة قالت لا طب نرجع لورا؟ الكلام ده ما بيحصلش، لأن الحكومة الآن غير قادرة إنها تسيطر على الأسعار. عندنا حاجة اسمها تضخم، تضخم في البلد وصل لأعلى مستوياته 15% ده خلال سبتمبر اللي فات. معنى تضخم إن العملة بتاعتنا ما عادش ليها قيمة، ده اللي بيفسر النهاردة إن الدولار في السوق السوداء تجاوز 35 جنيه وداخل على 40 جنيه. التضخم حسب ما يقول الخبراء في الاندبندنت عربية يرفع أسعار السلع ولا أمل بانخفاضها. موجة غلاء تضرب الأسواق والمواطنين ما عادش عندهم أو ما عادش قدامهم إلا الترشيد والتقشف، ده بسبب غياب الرقابة وتفاقم الأزمة والتضخم اللي ماشي بيزيد بمعدل أعلى من الإنتاج والتنمية بسبب الديون والسياسات الاقتصادية الخاطئة. مفروض الحكومة عارفة الكلام ده، مفروض أيضا إعلام الحكومة عارف هذا الكلام، لأن المواطن أنت ما بتكلمنيش عن حاجة مثلا موجودة في بلد تانية، ولا بتكلمني عن نظرية فيزيائية أو في الرياضة البحتة أصدقك لما أسمع بكلامي، ده أنت بتكلمني عن واقع أنا عايشه، تكلمني عن توفير أو زيادة في معروض السكر والزيت والرز، وأنا نزلت فتح الله امبارح قالوا لي ليك كيلو سمنة واحد أو علبة سمنة واحدة وإزازة زيت واحدة وكيلو رز واحد. بتكلمني عن ان الحكومة نجحت في السيطرة على الاسعار، الكوباية دي كنت بجيبها الشهر اللي فات ب3 جنيه، النهاردة رحت اشتريها لقيتها ب13 جنيه، ويمكن ده اللي حاول يعمله الاعلام المقرب من النظام احمد موسى لما خرج امبارح عشان يقول لنا الرز والسكر في التموين بنفس سعرهم، المكرونة بس هي اللي غليت يا مواطن، فمحدش ليه عندنا اي حاجة، انت السكر زي ما هو والزيت زي ما هو والرز زي ما هو وكل حاجة زي ما هي، لكن الناس اللي بتطلع تشتري الحاجة بسعر مطوق دي ناس مش موجودة معانا في البلد، والمواطن هو اللي يدفع الثمن. الحكومة أيضا بتحاول أو حاولت قبل نهاية العام تقدم تطمينات عشان تقول أنا موجودة، وتطمينات حكومية في نوفمبر الماضي بالسيطرة على ارتفاع الأسعار. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقتها قال إن خلال أقل من شهر اللي هو الشهر اللي فات يعني هيتم السيطرة على الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية. هتعمل إيه يا دكتور؟ قال لك هنعمل شوية إجراءات بعد ارتفاع الأسعار في البلد، والكلام ده كان يوم 12/12 اللي فات. هذه الإجراءات هنعمل نجبر التجار إنهم يحطوا السعر على العبوة، هنبدأ كمان نفرج عن بعض السلع المخزنة في الجمارك، هنطلع التموين يلف ويفتش وأي حد عنده سلع مخزنها ياخدها يبيعها للمواطن ويوزعها على منافذ التوزيع. لكن مع الأسف هذه الإجراءات الحكومية فشلت. فشلت ليه؟ لأن حتى بعد الإفراجات الجمركية عن الحاجات اللي موجودة في الجمارك الذرة المستوردة زادت خلال يوم واحد 1200 جنيه بعد ما كان سعرها حوالي 10800 جنيه، النهاردة الطن وصل 11000 جنيه. تقول لي أنا مالي بالذرة؟ أقول لك ما هو سعادتك زيادة سعر الذرة يعني زيادة سعر العلف، يعني زيادة أسعار الفراخ والبيض، زيادة أسعار اللحمة، منتجات الألبان، زيادة أسعار الحلويات، زيادة أسعار كل المنتجات اللي بيخش فيها أي حاجة ليها علاقة باللحوم أو الألبان. طبيعي جدا تلاقي النهاردة كرتونة البيض داخلة على 100 جنيه، كيلو الفراخ البيضة تعدى 50 جنيه، الفراخ البلدي تعدى 65 جنيه، اللحمة اللحمة عند الجزار تعدت 250 جنيه، ده رغم تأكيدات الحكومة وتطمينات الحكومة إن إحنا حلينا المشكلة. المصيبة السوداء واللي بكل أسف بقولها لحضراتكم إن إحنا طول ما عندنا مسؤولين بيكذبوا وما بيحسوش بالمواطن عمرنا ما هنحل المشكلة.
لو عندنا او طول ما احنا عندنا واحد زي الدكتور علاء عز اللي هو امين عام اتحاد الغرف التجاريه في البلد، واللي قال البلد نجحت في السيطره على الاسعار الفتره اللي فاتت، الكلام ده كان في مايو اللي فات. طول ما عندنا واحد زي الدكتور عز بيكذب وعارف ان هو بيكذب، والمواطن ايضا عارف ان هو بيكذب، سيطره ايه على الاسعار؟ انت النهارده بقول لك خلال يوم واحد طن الذره زاد 1200 جنيه. ايه السيطره اللي على الاسعار؟ والشركات النهارده كلها متشمره للعام الجديد وعماله بتذبح في المواطن من الوريد للوريد، ومنزله لسته اسعار جديده بحجه اسعار 2022. سيطره ايه؟ والهايبر ماركتس او المحلات الكبيره بتقيد الشراء وبتقول للمواطن ما تشتريش غير على قد حاجتك، لان احنا مع الاسف بنعيش حاله حرب. حرب اللي حاصله في شرق اوروبا ما بين روسيا واوكرانيا، النتائج بتاعتها بنحصدها على ارض البلد، لان احنا مع الاسف اتحولنا لبلد تابعه في علاجنا، بلد تابعه في غذائنا، تابعه في سلاحنا. الله يرحم اللي قال عايزين نمتلك دوائنا وغذائنا وسلاحنا، الله يرحمه مات، اصبحنا النهارده تابعين لبعض الدول. طبيعي جدا يحصل فينا اللي بيحصل النهارده رغم بعدنا عن الحرب.